الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرة فن ولعب كبير، السنة اللي قال دي مدرسة، فاوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. اهلا بكم وحلقه جديده من ستارز دو فانتزي، ومكملين معاكم حلقه الحصاد اللي ابتديناها مع ميدو. النهارده معانا كابتن حازم امام. صباح الخير. ايوه صباح الخير يا سيف. عامل ايه؟ ايه دي؟ اقول لك صباح الخير. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ هو صباح الخير باين عليك. باين صباح. كلنا صاحيين من النوم لسه. عامل ايه الدنيا؟ عامل ايه وحشتني. كله تمام؟ تمام الحمد لله. يعني ابتدينا مع ميدو حلقه الحصاد، وميدو اتكلم على الدوري الانجليزي، اتكلم على محمد صلاح. نبتدي الاول، ليفربول خلاص طار. ليفربول طار طبعا. انت كل شويه بتلاقي مان بيتعادل، مان سيتي، ليستر بيخسر. 19 نقطه كتير قوي. يعني من زمان ما شفتش فرقه بتاخد الدوري كده من نص الدوري او من قبل حتى نص الدوري. احنا ليفربول بقاله كتير راكب بشكل كويس، مش بس الاسبوع اللي فات او اللي قبله لما مان بيتعطل، لا ده بقاله ده 4 5 6 7 اسابيع هو فارق ب 10 11 نقطه يعني، وبيزيد مش بيقل. يعني كلنا توقعنا ان مان سيتي ليفربول هيقع ومان سيتي هيقرب، بتلاقي مان سيتي هو اللي بيقع وليفربول زي ما هو ماشي. ما تعيش غير ماتش واحد مع مانشستر يونايتد، كسب كل ماتشاته. طبعا صعب، يعني صعب جدا. يعني احنا بنتكلم بقى دلوقتي على المنافسه على الاربعه او الثلاثه اللي هيطلعوا في الشامبيونز ليج. هي دي بقى حلاوه البريمير ليج، هتبقى دلوقتي ان انت مين اللي هيطلع الشامبيونز ليج. لكن حلاوه الدوري كدوري اعتقد انها راحت خلاص ليفربول في حته ثانيه. يعني كان في معايا تصريح مع محمد زيدان، وقال ان كلوب كان لما كان ماسكه كان بيدربه وكده، ويعني قال له ان انت يعني احسن. هو زيدان تصريح. سمعت. شفته معاك. ايه التصريح؟ قال ايه؟ هو مش كان معاك؟ ايوه قال ايه، انا بسالك. اي طب ما انا عارف. قال لك تبقى احسن من صلاح 100 مره. ايوه هو مش معنى الكلام 100 مره بس، من احسن من يعني. هو بيتكلم على ان زيدان لو كان ركز في الكوره اكتر كان هيبقى ممكن يبقى زي صلاح، لان هي دي مشكله. بس ان زيدان نفسه هو اللي قال لي كده. يعني زيدان نفسه هو اللي قال لي، قلت له طب انت ايه المشكله؟ يعني المشكله اني ما ركزتش. هذه مشكلتنا كلنا على فكره كلاعيبه مصريين اساسا. عشان كده صلاح مختلف عننا كلنا، ان هو عنده الحته دي مختلفه، المينتاليتي بتاعته انه بيشتغل على نفسه بيزيد ازاي. يعني انت بص الماتش اللي فات، انت لو ركزت كنت رحت في حته ثانيه. اكيد يعني ما عارفش فين اروح فين، بس اكيد كنت هبقى في حته ثانيه. ان الدماغ دي يا سيف ان انت تلتزم وتركز. يعني لسه كنت عايز اقول لك على صلاح. شفت انت لما بعد ماتش مانشستر يونايتد، ما شاء الله اكبر، جسمه شفت عامل ازاي؟ مفيش فات، مفيش ما شاء الله البتاع بالظبط. يعني نيت اللي هو جسمه، العضله باينه متقسمه من 3 4 سنين ما كانش كده. صح. بص اشتغل على نفسه، ده بيقول لك هو مركز ازاي في الكوره، مركز ازاي في نفسه، مركز ازاي في الحاجات بتاعته. صلاح دلوقتي عايز يلعب على ارقام، بيلعب على ارقام على طول، عايز يبقى رقم واحد، احسن واحد، مش عارف جاب ايه، اسرع واحد جاب ايه، بيشتغل على الحاجات دي كلها في دماغه. انا ولا اي حد تاني ما كنتش في دماغنا الكلام ده، كنا بنلعب وخلاص. وده طبعا مش صح اكيد طبعا. فزيدان لعيب جامد جدا، زيدان من احسن لعيبه جت مصر، بس برضه زيدان مشكلته ان هو ما لعبش في مصر كتير، ما لعبش مع المنتخب، فمالوش قاعده جماهيريه كبيره. يعني زيدان لو لعب في الاهلي ولا في الزمالك الناس كانت هتقعد تتسبح، يعني تقول لك ده احسن لعيب في مصر. زيدان لعيب جامد جدا ولعيب قوي جدا، وعمل في بروسيا دورتموند وعمل في الدوري الالماني. لو في زمن بيك تاني عملت ايه؟ كنت هركز اكتر، كنت هتمرن احسن، كنت هزود شغل التمرين اكتر، كنت هبقى حياتي كلها في الكوره اكتر. ان انت ساعات يا سيف بتلعب خلاص، انت شايف نفسك كويس فبتلعب على الشكل ده. يعني انا مثلا كويس كده وبقيت احسن واحد في الفرقه واحسن واحد الناس بتقول عليه احسن واحد في مصر بالشكل ده، ما بحاولش بقى ان انا ازود. هي دي المشكله، بتفضل على الحته دي. فطبعا بتيجي بعد شويه بتقع، فتيجي بقى تحاول ترجع تاني، ممكن ما تعرفش ترجع. وده مني ناس كتير هنا في مصر بتفكر كده. صلاح مختلف اننا ان هو عايز على طول يبقى احسن، يوصل هنا لا انا عايز ابقى هنا، يوصل هنا يبقى عايز ابقى هنا، في تمرينه وفي اكله وفي شربه. بلس طبعا النواحي العلميه يا سيف في الكوره دلوقتي اتغيرت تماما. صح تماما. انت فاكر اللي عملناه مع المنتخب مصر اللي هو الدي ان اي فيت والحاجات دي، بيقول لك بتاكل ايه وما تاكلش ايه عشان تتعور وما تتعورش، عشان دي مهمه. لا وتنام ازاي، والجي بي اس بيقول لك، بيقول للمدرب الراجل ده قادر ولا مش قادر، تريحه الماتش الجاي هيبقى هيتعور ولا ما. الحاجات دي كلها بتساعد اللعيبه. ما
عشان كده بنلاقي مثلا ميسي او كريستيانو ما بيتعورش كتير عضليا، ممكن يكون خبط بتاع لو يشتغل برضه في الجيم. انت ما بتطول عضل اصاباتك بتخف بشكل كبير يعني. وبتعرف دلوقتي بقيت ممكن تعرف من خلال شغلك في الملعب في التمرين انت قابليتك للاصابه عامله ازاي، بيبان في دلوقتي خلاص في جي بي اس. سؤال دلوقتي يعني في لقطات مثلا زي محمد صلاح الماتش اللي فات قلع التيشيرت، دي حاجات في حساباته مسج عايز يوصله؟ هو عشان اول ماتش اول مره يجيب في مانشستر يونايتد فهو مبسوط يعني، هو لعب كتير وكل مره ما بيجيبش في مانشستر يونايتد دايما بيتكلموا ان هو مش عارف يجيب في مانشستر يونايتد، فبالنسبه له كان انه كسر القاعده يعني وجاب بقى هدف فوز فرقه كبيره يعني. فوز ماني مهم طبعا، فوز ماني بافضل لاعب في افريقيا. شايفين صلاح دلوقتي بيزيد بشكل كبير جدا، اكيد اكيد عايز يرد في الملعب، تحسه بيلعب بغل مركز قوي انه يجيب جون. وهي دي بقول لك ميزه صلاح دايما، انا بحس صلاح هو بيلعب على الارقام بقى خلاص، في دماغه الارقام بقت مهمه، اسرع واحد يجيب مش عارف كام جون في ليفربول، عدى سواريز وعدى عدى كل الناس، اسرع مش عارف واحد يجيب 50 هدف مش عارف قد ايه، اسرع واحد هداف يعني دايما بقى دماغه دلوقتي او تحس على طول بيلعب على الارقام، عايز يروح يجيب جون على طول، بيشتغل على انه يروح يجيب جون. قليل قوي صلاح اللي عايز يلعب 1 2 او يعمل بكعبه، دايما هتلاقيه رايح يلعب على الجون 1 2 على الجون، دماغه بقت رايحه في الحته دي وبيشتغل عليها كويس قوي. طيب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم على مفاجآت الدوري الانجليزي بقى من الدفاع، الناس اللي ظهرت مفاجاه والناس الاسامي الكبيره اللي ما جاتش خالص الموسم ده. ارجع لكم تاني بعد الفاصل مع التعليق. نرجع تاني نتكلم على مفاجآت الدوري الانجليزي، سواء في الدفاع الناس اللي ظهرت بشكل كبير جدا او الناس اللي كانت المفروض تبقى موجوده بشكل قوي وما جاتش في الدفاع. في الدفاع زي ما انت شايف لانستروم يمكن من اقوى الارقام اللي جابها حد في البريمير ليج لغايه دلوقتي، هو مصنف كمدافع وبيلعب نص ملعب فبيجيب اجوان كتير، لعيب كويس قوي بيجيب اجوان وبيعمل اجوان، جايب 107 زي ما انت شايف 107 نقطه، 3 اجوان 3 اسيست، كلين شيتس كتيره، فلما بيتعمل كل يوم في الكرة في جديد مدافع ودي احصائيات. هو نص ملعب، هم حاطينه ما اعرفش ليه في الـ في الـ في الـ في اللعبه ان هو مدافع، هو نص ملعب بيهاجم، فبقول لك جايب 3 اجوان وعامل 3 اسيست وبياخد على الدفاع كلين شيتس فبياخد البوينتس بتاعته، فعامل شغل كويس جدا جدا يعني. دلوقتي هتلاقي ناس كتير قوي بتلعب بلانستروم، نفس الكلام لبالدوك برضه بيلعب في نفس الفرقه شيفيلد، ومفاجات ان شيفيلد مدافعينها مثلا ممكن تلاقيهم عاملين نقط احسن بكتير مانشستر يونايتد، لان مانشستر يونايتد ما عندوش كلين شيتس كتير، هتلاقي دايما اللعيبه ماجواير كل الحته الباك الاربعه مش هتلاقيهم عاملين ارقام بنفس الحجم مثلا زي شيفيلد، ودي كانت مفاجاه كبيره جدا. سانشو برضو بلعيب تركي اول سنه ليه، واداء ليستر واداؤه برضو كان مفاجاه بشكل كبير جدا، طبعا كلين شيتس كانت هي السبب الرئيسي انه ياخد 85 نقطه، يمكن جاب جون واحد عمل اسيست واحد، لكن طبعا اداء ليستر ككل اللي اتهزف مؤخرا عشان كده يمكن ليتلي ما بقاش زي الاول، لكن لغايه شهر 12 الدنيا كانت ماشيه كويس قوي معاه. بورموث من اوحش المواسم الدفاعيه اللي موجوده بالنسبه له، لكن رغم كده بورموث او ريكو جايب 58 نقطه، على الرغم ان هو قليل قوي كلين شيتس بالنسبه لهم، لكن ثمنه رخيص 4 مليون، وبالتالي عمل برضه بالنسبه لفلوسه مش اداء كويس. مين اللعيبه اللي في خط الدفاع اللي خابوا الامال يعني، كان متوقع ان هم يبقوا افضل من كده وعاملين برضه بوينتس يعني مانشستر يونايتد الانديه الكبيره والمجموعه اللي موجوده فيها؟ لا لما تلاقي ماجواير واحد من اغلى المدافعين وجاي المفروض يشتغل بشكل يعني قوي جدا، ماجواير جايب 55 نقطه، احنا بنتكلم على واحد اللي لسه في الفاتد على بورموث 105 ها 105 لا بتكلم على يعني على بورموث جايب 58 نقطه، وبورموث بينافس على الهبوط السنه دي، انت جايب واحد ماجواير المفروض يشدك، وكان السنه اللي فاتت في ليستر عامل موسم كويس جدا جايب 55 نقطه لغايه دلوقتي، طبعا اكيد يعني مش المنتظر منه تماما، ماجواير المفروض لعيب بيلعب منتخب انجلترا جاي يساعد فريق مانشستر، شايف مانشستر عامل ازاي؟ اريكسن برضه نفس القصه بشكل وحش جدا. الونسو مع تشيلسي، الونسو كان مع كونتي كان مع ساري مهم جدا جدا، كان من اقوى اللعيبه، كان كل الناس حاطه الونسو في الفرقه انه بيهاجم كويس قوي، كان ساري بيحطه ناحيه الشمال كان بيهاجم كتير قوي، كان بيجيب اجوان بيعمل اجوان، فكان عامل شغل. السنه دي طبعا الونسو ما بيلعبش خالص، بيلعب مكانه واحد تاني اميرسون برازيلي، وبالتالي ما بيلعبش خالص. نفس كلام مانشستر سيتي،
صعب قوي انك تحط لعيبه مانشستر سيتي في الباكات يا سيف، يعني مانشستر سيتي بيخش في جوان كتير قوي بعد ما البورتو اتعور، ويمكن لسه راجع بقى يلعب فرناندينيو مع بقى اوتاميندي مع مش عارف مين شويه ما بقاش بنفس القيمه. ماندي برضو من اللعيبه اللي كان مفروض مرجح انه يعمل حاجه كويسه جدا، اتعور شويه ولعب ما لعبش كتير وجايب 36 نقطه، مع ان ماندي ده كان برضو جايب فلوس كتيره وكان متوقع منه شكل كبير. نفس كلام داني روز برضو لعب في نص الموسم او يعني في الربع الثاني من الموسم وبالتالي ما لعبش كتير وبرضو جايب 17 نقطه. برضو داني روز كان في فتره من فترات من الناس اللي بتجمع نقط كتير قوي. طيب نروح سريعا برضو لخط خط الوسط والمفاجآت حازم والناس اللي ظهروا بشكل كبير غير متوقع. يعني زي ما شاف قدامنا سيف جريليش طبعا لعب استون فيلا، لعيب كويس قوي بلاي ميكر على حاجات زمان بقى، اللي هو لعيب في وسط الملعب، لعيب حريف بيشوط كويس، كور ثابته بيعملها حلو جدا، عينيه كويس قوي في الملعب. لعيب من اللعيبه البلاي ميكرز القليلين في الدوري الانجليزي، على الرغم ان استون فيلا في موقع جيد لكن هو جايب 107 نقط، جايب 7 تجوان، يمكن الفتره الاخيره كمان ظهر كويس قوي، يعني الاول النص الاولاني في الدوري ما كانش كويس او الربع الاول من النص يعني، لكن اخر كام ماتش فرق جدا جدا. جريليش لعيب قوي جدا نمرة 10، تلاقيه منزل الشراب كده، ليه ستايل حلو في كره القدم. طبعا الدبابه الثانيه تراوري ما شاء الله، يعني ده كان من ناشئين برشلونه على فكره، اسباني لكن ظهر بشكل قوي جدا مع وولفز، ظهر بشكل جامد جدا مع مانشستر سيتي في الماتشين، يعني الماتش الاولاني هو اللي جاب الجونين كاونتر اتاك، سرعه رهيبه محدش يعرف يجيبه، والماتش الثاني طبعا كان السبب انه عمل جون وجاب جون وكسب بعد خسرانين 2-0 كسبوا 3-2. وطبعا طول الموسم بس الماتشات دي بتبقى منوره قوي، جايب برده 95 نقطه رقم كبير على تراوري، جايب عامل جايب 4 تجوان وعمل 6 اسيست وبيتحسب كلين شيتس انه بيلعب نص ملعب فبيتحسب له. المفاجأة برضو كانتول مع نورتش، يمكن ابتدوا كويس جدا لو تفتكر في الأول ولكن حصل لهم هبوط، لكن هو فضل محافظ، يعني جايب 6 جوان مع نورتش رقم كبير جدا، عمل 2 اسيست، برضو من اللعيبة اللي ليها ناس كتير حطاها في البريمير ليج وفي الفانتسي وماشي بشكل كويس. واخيرا مؤخرا فليك برضو من اللعيبه اللي هي ما حدش كان يتوقعها خالص. شيفيلد عامه الموسم بصراحه لغايه دلوقتي عامل موسم قوي جدا، موسم كويس، ارقام كويسه جدا، لعيبته كتير، انك تبقى تلاقي 3 4 لعيبه من شيفيلد فعند ناس كتير قوي في الفانتسي تعرف ان الفرقه دي ماشيه كويس قوي. من اللعيبه في خط الوسط اللي كنا متوقعين ان هم برضو يعملوا شغل والحقيقه ما جوش بشكل كبير، اريكسون على راسه. اريكسون طبعا لاعب توتنهام، اريكسون واحد السنه اللي فاتت والسنين اللي فاتت كان هو من اقوى اللعيبه في الدوري الانجليزي، بيجيب لك ارقام. اريكسون بصراحه بعيد جدا جدا، اوزيل كمان ابعد منه مفاجاه طبعا، بس اريكسون ليه حاجته، لان اريكسون عقده بيخلص ومش عايز يجدد فما بيلعبش كتير وتحس ان هو مش في دماغه قوي. نفس كلام اوزيل طبعا، اول السنه مع ايمري ما كانش بيلعب خالص وبالتالي ارقامه ضاعت خالص، بعد جدا في اول السنه ابتدى الناس تحطه شويه في الاخر من ساعه ما تغير المدرب ابتدت الامور تتحسن شويه مع اوزيل، لكن طبعا مش بنفس القيمه والقامه بتاعه اوزيل. كمان في واحد بيبي من ارسنال، بيبي لاعب ساحل العاج، لعب هنا في بطولة افريقيا ويمكن اغلى صفقه، صفقاته غاليه جدا وكانت كنا كل الناس فاكره ان هيعمل موسم قوي، اشتغل شويه مع امري نوعا ما مش وحش بس ما بيبانش لسه بشكل قوي، على قد الفلوس اللي اشتروه بيها، جايب 63 نقطة بس، جايب 3 تجوان و 3 اسيست، فطبعا رقم ضعيف شوية. يعني برضو مفاجأة الهجوم شوية ان كلها اندية، يعني الاربع اسامي البوينتس العالية ما فيهمش مثلا ليفربول. لا دول لا فيهم ليفربول طبعا، بس دول مفاجآت. ايوه ما انا فاهم، ان صلاح طبعا معدي، ان ماني معدي، الناس دي خلاص، يعني ده المفاجأة ان هما مفيش مفاجأة ان هما كويسين، هي المفاجأة ان الناس دي محدش يعرفهم. يعني ابراهام اتفضل يا كابتن مصطفى، انا بعشق الفصل وانت وانا بتكلم يعني دي بتبقى حاجه متعه تريحك. نرجع لكم تاني بعد الفصل. ما يخص بقى خط الهجوم، اكيد في مفاجآت زي ما قال حازم مع وجود الاسامي الكبيره، وفي مفاجآت برضو عامله بوينتس كتيره منها تشيلسي ومنها كذا اكتر من كذا اسم. في يعني زي ما في ناس دايما كويسين زي هاري كين مثلا، برضو بيجيب نقط، صلاح بيجيب نقط، فاردي بيجيب نقط، كل ماني بيجيب نقط وزي ما هو، لكن في ناس كانتش متوقعه انها تجيب نقط، في ناس كانت متوقعه انها تجيب نقط كتير جدا وما جابتش حاجه. خلينا نبتدي باللي قدامنا.
اللي هم كانوا متوقعين. يمكن مويس كين لاعب ايطالي فاكر انت في اول موسم بتاعك هيجي هيعمل شغل، كنت متوقع له بصراحه انه يعمل شغل كويس، انه مع اليوفي هو ناشئ كان طالع لسه السنه اللي فاتت وبان بشكل كويس ولعب منتخب ايطاليا كان شكله كويس قوي، لكن ما ظهرش لغايه دلوقتي. يمكن ما جابش غير جون واحد وعمل اسيست واحد حتى لما جه انشيلوتي، يعني جون ده لسه جاي الاسبوع اللي فات لما جه انشيلوتي معاه، فابتدت الامور تتظبط، لكن عمل 33 نقطه فقط. برده اللي جنبه يولنتن من اللعيبه اللي كان مفروض انه هيعمل شغل كويس مع نيوكاسل، لكن برده ما ظهرش بشكل كويس وما جابش غير 54 نقطه. لاكازيت من اللعيبه الجامده جدا، ولكن حاله ارسنال مأثره عليه كتير جدا، اتعور شويه كتير برده. الحاله الهجوميه لارسنال والحاله نفسها كارسنال مأثره عليه، هو كمان عايز يمشي جاي له عروض كتيره، فبرده 60 نقطه 5 تجوان فقط، احنا لعبنا لغايه دلوقتي حاجه 20 اسبوع ما جابش غير 5 تجوان، قليل جدا جدا ومش في الحاله الطبيعيه. هولر بقى ده برده من اللعيبه اللي كان مكسر الدنيا في المانيا، وده اغلى صفقه في تاريخ ويست هام، كان مرشح المفروض انه يبقى واحد من اهم اللعيبه في البريمير ليج. 81 نقطة جايب 6 جوان 3 اسيست، كان مش وحش بس مش بنفس القوة اللي كان المفروض يشتغل. مين الأربع لعيبة من وجهة نظرك اللي عاملين مفاجآت؟ ابراهام طبعا زي ما كنت بقول، ابراهام في تشيلسي. ابراهام بص ساعات اللعيب يبقى حظه حلو لما بتحصل مشكلة ويلعب وما يلاقوش غير حد يلعب فيه، يعني هي النظرية تشيلسي ما عملش طبعا، عنده مشكلة في الانتدابات ومشكلة مع الفيفا اللي هي العقود وكده، فاضطر انه يشتغل على اللي موجود. ابراهام اللعيبه اللي اشتغل عليها، وبصراحه جايب 13 جون لغايه دلوقتي، رقم كبير جدا، عامل 5 اسيست، من اقوى الناس اللي في الفانتسي، جايب 128 نقطه. المفاجاه بقى المهمه جدا ان انكس لاعب ليفربول طبعا ما كانش بيلعب خالص، لما راح ساوثهامبتون السنه دي 14 جون، رقم كبير جدا. تخيل انت بقى انكس كمان لو كان موجود لسه في ليفربول مع الثلاثه الكبار صلاح ومانيه وفيرمينيو، يعني جايب اكتر منهم كلهم خلي بالك، وبيلعب مع ساوثهامبتون اللي هو اقل بكتير، اللي هو من خسر 9 على فكره في الدور الاول من ليستر. يعني بوكي طبعا مع نورتش برده من اللعيبه اللي ظهر كويس اول موسم وبعدين اختفى شويه وبعدين رجع تاني، 117 نقطه رقم كويس جدا، جايب 11 هدف مع فرق قليله ومع فرق طبعا نورتش مش فرقه كبيره. وامباي يمكن مع برايتون 87 نقطه 7 اهداف و2 اسيست، برده مباي عامل شغل كويس. دول مفاجات ما حد يعني اكتشفناهم واحنا بنلعب الفانتسي، ان ابتدوا يعني انكس ابتدى يخش كتير جدا، بوكي طبعا من اول السنه ابتدى يخش، ابراهام كل الناس تقريبا حاطه ابراهام، برايتون نفس الكلام، نيل عامل شغل كويس، فدي من الحاجات اللي فعلا كانت مفاجات، وده ميزه البريمير ليج انه بيطلعك دايما وجوه جديده. يعني من وجهه نظرك حازم، ليفربول قلنا ان كلوب يعني حافظ على قوام الفريق وده كان نجاح كبير جدا، هل السنه الموسم اللي جاي محتاج يحافظ عليه ولا محتاج ان هو يدعم يبتدي يغير؟ بص الراجل ده عامل حاجه خزعبليه بصراحه حسين. هو الناس يقول لك هو بيشتري لعيبه غاليه، هو اشترى مين غالي غير فان دايك؟ لما جاب صلاح ما كانش غالي صلاح ما كانش بومينج، لما جاب فينالدوم كان نيوكاسل ناس درجه ثانيه، هندرسون ما كانش كده خالص مع اي حد قبل كده. اللعيبه اللي هو جايبها ماني حتى في ساوث، يعني ما جايب من ساوثهامبتون مش هم كبروا معاه ولا هم كبروا معاه، هو فان دايك اللي جايب فلوس كتير، وبرده لما جه فالناس تقول لك معقوله تجيب مدافع بالرقم ده مين فان دايك يعني فاهم؟ بس شافوا قيمه فان دايك عامله ازاي؟ شاف الفرقه جمعها ازاي؟ فينالدو ده واحد من اهم اللعيبه عنده في نص الملعب، هيقدر يحافظ عليها؟ كان بيلعب في نيوكاسل ونزل درجه ثانيه، كان هينزل درجه ثانيه، هيقدر يفضل محافظ عليها بالشكل ده؟ حسب بقى ممكن لما ياخدوا البريمير ليج مثلا، ممكن تلاقي مثلا ريال مدريد قال لك انا عايز صلاح ولا عايز ماني فيمشوا، يبقى خلاص هو عمل كل حاجه مع ليفربول، اللعيبه ممكن يبقى ليها طموح حسب طموح اللعيبه. كل الناس بتقول ان صلاح افضل ان هو يكمل او ماني افضل يكمل في ليفربول، ممكن يبقى ممكن لعيب يقول لك انا مبسوط فعلا هنا وكويس، وممكن لو جاله اوفر، انا اعتقد لو هيمشي من ليفربول مش هيروح لاي ريال مدريد من برشلونه، اي حد من ليفربول من الجامدين يعني كان صلاح بقى او ماني، لان مفيش حاجه في البريمير ليج دلوقتي احسن من ليفربول ككوره، يعني خلاص بتكسب وبتاخد الدوري سو فار عن اي حد بنقط كتيره، فمش هيبقى انترست انه يروح حته ثانيه غير لو بقى في فلوس كتير قوي اتدفعت له، وده متهيألي هتبقى صعب ان هو اعتقد لو الفلوس تساوت حازم ليفربول زي ريال مدريد وبرشلونه دلوقتي؟ دلوقتي في الكوره طبعا، بس كتاريخ يعني على الشامبيونز ليج يعني ليفربول تاريخ كبير جدا طبعا، من اقدم الفرق ومن اكتر فرق خد بطولات في لغايه 92 كان بياخد الدوري كتير، وبعدين طبعا 92 هيبقى اول سنه ياخدها دلوقتي، لكن على الشامبيونز ليج اكيد ريال مدريد اقوى فرقه طبعا، وكل الناس بتروح للفرقه دي عشان يقول لك عندهم ميزه انه ممكن ياخدوا الشامبيونز، هيبقى اول مره ياخد الدوري من 28 سنه. طبعا انجاز للكلوب وللعيبه اللي موجوده، ان في عدى جيل واجيال زي جيرارد والجيل بتاع جيرارد العظيم ده،
ما خدش بريمير ليج. فالجيل ده يتحسب له ان هو في اجيال بقى غير بقى جيرارد طبعا في قبليها وبعديها، لكن من 92 من ساعه ما تسمى المسمى الجديد للبريمير ليج ما خدوش الدوري. تمرنا باي حاجه؟ ربنا يخليك يا سيدي. تشرب حاجه يا ربنا. انا هسيبك بقى عندك انت عندك حاجه، انا عارف عندك فاصل تاني. صباح الخير ومساء الخير. شرفتنا ثعلب. مساء يا حبيبي، اتمنى لك كل التوفيق. ببارك لك على قناه الزمالك وطلع الحقيقه الرائعه حلوة. ويحسب لك ان انت يعني برومو موجود فيه، افتتاح القناه موجود فيها، بيدل برضه الحقيقه عن الزمالك. اي وقت بينادي لك طبعًا. اي نادي على اي حد اكيد يعني الواحد بيعلى باسم نادي الزمالك. الزمالك بيعلي اسم الواحد وبيقويه وبيبقى تواجد جمهور كبير في ظهرك دايما يتكلم عليك كويس ويبقى حميد. فطبعا لما حد يقول لي تعالى اطلع في القناه اكيد ببقى مبسوط يعني. فان شاء الله تبقى قناه صراحة حلوه. صراحه تعالى انت تشرف اي مكان. شكلها حلو، ربنا يخليك يا سيف. فهي معموله حلو جدا، الام مصين صرف عليها كويس قوي، شكلها حلو قوي. انا فرحان بفرحه الجمهور والله، الجمهور فرحان قوي بالقناه. مش واقع ان هيبقى في فرحه كده من الجمهور، جمهور فرحان جدا بيها. ان شاء الله تبقى عند حسن الظن وتتكلم عن النادي وتتكلم عن تاريخ النادي وتتكلم عن لعيبه نادي الزمالك. حاجات مهمه جدا للجيل الجديد ان يشوفها، وده هي المهمه ان انت تعمل الحاجات دي ارشيفيه ويشوفوها في فيديوز ويشوف ماتشات قديمه. ممكن يشوفها شويه في التليفون والحاجات، لكن لما تشوفه في ماتش في برنامج في قناه كبيره زي الزمالك ان شاء الله تبقى حاجه كويسه. الف مبروك ويا رب دايما من نجاح لنجاح ودايما تاخد ملايين والامور تمشي معاك بشكل جيد. محتاج اي حاجه؟ الله يخليك. شكرا. خلصنا النهارده، ده كان حصاد الدوري الانجليزي. عملناه مع ميدو قبل كده، كملناه مع حازم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه وتحدي جديد. الثعلب والعالمي، اشوفكم على خير. الدوري الانجليزي لكره القدم الخطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتازي.